اكيد حضرتك يعني متزوجه او وام او طب والشغل يعني معلش انا بسال حضرتك الاسئله دي لاني فعلا احنا بنتكلم النهارده بصفه خاصه عن كل ام عندها موهبه معينه وعندها حاجه هي بتحب تعملها بس خايفه تعملها لمجرد انها ما تاثرش في حق بيتها واولادها. فحضرتك متزوجه وام في نفس الوقت. الشغل والهاند ميد والحاجات الحلوه اللي احنا شايفينها دي كانت من قبل الجواز ولا من بعد الجواز وبعد الخلفه؟ لا كانت من بعد الجواز وبعد الخلفه. ما كانش عندي اي خلفيه اصلا عن شغل الهاند ميد قبل الجواز. تمام. طب ازاي اشتغلتي بقى وانت ام؟ يعني الام معروف انها لازم تفرغ نفسها للبيبي للولاد للزوج للبيت. ازاي انت قدرتي تنمي الموهبه دي عشان تطلعي شغل هايل زي اللي احنا شايفين؟ اولا بيجي وقت طبعا والاطفال بيبي طبعا انا مكرسه وقت ليهم بيبي وبيرضع ومفيش وقت طبيعي. تمام. بس خلاص جه وقت الطفل كبر ودخل المدرسه فانا عندي وقت فراغ. وقت الفراغ ده هقضيه في ايه؟ اكيد مش هقعد قدام التلفزيون وهنام وكلام من ده. انا اصلا من الاول بحب اغير ديكورات كتير في البيت، يعني تقريبا ممكن كل شهر اغير ديكور البيت، اغير حاجه مكان حاجه. بس فجيت قعدت افكر طب انا عايزه اعمل الديكور ده، انا عايزه اغير ده، انا عايزه كان بيبقى محوشه مثلا حبه شمع ومستهلكين بس انا مش عايزه ارميهم، انا عايزه اعمل بيهم حاجه جديده استفيد بيها. بصيت لقيت الموضوع عمال يتدرج معايا. لقيتني في مره عملت كده ديكورات في الشقه، اكتشفت بالصدفه ان الديكور ده بيتباع في محلات في معارض كبيره جدا، واللي دخل عندي اتفاجئ ان انا عامله ده من دماغي. يعني انت اصلا ما كانش عندك اصلا موهبه او عارفه ان انا بعرف اعمل كروشيه، بعرف اعمل تريكو، بعرف، ما كنتيش تعرفي خالص. فجاه لقيتي نفسك بتطلعي حاجات حلوه جدا بعد الجواز وبعد الخلفه. بعد الجواز وبعد الخلفه ما كانش عندي خلفيه عن اي حاجه. بس انا كل فتره مثلا امسك نوت بوك واقعد مثلا سيرش على اليوتيوب زرع. فخدت فتره مثلا حوالي كذا شهر عرفت كل انواع الزرع اللي جوه البيت واللي بره البيت واللي بيعيش في الميه والتسميد والكلام ده، ومليت البلكونه من فوق لتحت ومليت الشقه زرع داخلي. اكتشفت ان في زرع ينفع يعيش من غير شمس بالظل. تمام. بعد كده قعدت درست حاجه اسمها ريزن برضو من اليوتيوب. الولد ينزل المدرسه انا اقعد مع نفسي طبعا اكيد منظفه، عامله اكلي، عامله شربي، مخصصه وقت كده معين بملى الفريزر حاجات عشان اطلع للولد جاهزه. انا عامله كل اللي عليا. يعني انت قسمتي وقتك، عامل الوقت قد ايه مهم لكل واحده مننا حابه انها، يعني انت ما كنتيش اصلا عندك الموهبه دي فانت مش متجوزه وانت اوريدي عندك وقت مخصصاه، لكن عامل الوقت قد ايه مهم ان انا اقدر استغله صح. صح كده. وده هياثر علينا بعد كده في فكره إيه اصلا إن أنا الجواز هو اللي خلاني دخلت في الموضوع ده. يعني اعرف بنات بتقول انا مش هتجوز غير لما اثبت نفسي في الكارير بتاعي واوصل لمستوى معين. ليه جوازها هيضيع عليا وبيقعدوا لسن كبير؟ لا خالص. ليه بقى؟ لانه ما شافوا مامي في البيت مطحونه في الطبيخ وفي التنظيف وفي مش عارفه ايه ولابسه الجلابيه اللي شكلها ايه ومش فاضيه لنفسها اصلا مش فاضيه لحاجه. فهي خدت فكره عن مامي ان هي مامي كده. صحيح. فانا لو اتجوزت خلاص. لا خالص، بالعكس. انت لما بتتجوزي معاكي شريك حياه هو اللي بيدعمك، هو اللي بيسندك وبيقول لك اعملي. لما بتتجوزي بتلاقي نفسك عندك وقت فاضي بتعملي فيه ده. مش لازم انجح ان انا انزل اشتغل في مكان معين وان ما اشتغلتش لا انا ابقى فاشله. لا، انا ظروفي مش سامحه، مثلا مامي مش جنبي، حماتي مش جنبي، وانا عايشه لوحدي في مكان. فلا، انا اقدر استغل ده. ما ينفعش ان انا مثلا ابقى قاعده واقول هقعد مع الجيران واحكي واتفرج على التلفزيون والكلام من ده. لا، انا ممكن اليوتيوب في كل بيت. صحيح. انا اسيرش واتعلم واتكل على ربنا وربنا بيفتح لي ابواب. انا كل ده ما كنتش ملمه بكل ده خالص.